أحييكم مشاهدينا إلى الموجز الاقتصادي. قالت وزارة الكهرباء الحالية في العراق أنها اتفقت على استيراد 1,500,000 طن من الغاز سنويا من قطر. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد العبادي أن العراق لديه رغبة باستيراد الغاز القطري لسد النقص الحاصل في الغاز اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وأشار العبادي إلى أن الاتفاق نص على استيراد 1,500,000 طن سنويا من الغاز، مبين أن العراق يحتاج لاتخاذ إجراءات سريعة وأمور لوجستية كتجهيز الموانئ وإنشاء منصات لاستقبال الغاز المسال الوارد من قطر. أعلنت إدارة الجمارك الصينية يوم الخميس أن العراق خرج من الدول العشرة الرئيسة المصدرة للنفط. وأظهرت الإدارة في إحصائية لها أن شركات تكرير المستقلة في الصين زادت من اقتناص النفط الغاز الروسي النفط الروسي ذي الأسعار الجذابة بنسبة 35.17% على حساب النفط العراقي. وأضافت الإدارة أن العراق لم يكن ضمن العشرة الرئيسيين للدول المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية في شهر نيسان، رغم أن النفط العراقي تربع في المرتبة السادسة للأربعة أشهر الماضية قبل أن تخرج من ترتيب الدول الأكثر تصديرا للنفط في آيار الجاري. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التضخم في البلاد مرتفع بشكل غير مقبول، مشيرا إلى أن العمل على خفضه يمثل أولويته الاقتصادية القصوى. وقال بايدن أنه واثق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بعمله لخفض التضخم القياسي المرتفع، مضيفا أن إدارته بنت سوقا أو اقتصادا قويا وسوق عمل قوية. وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد ارتفاع تضخم أسعار المستهلك السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 8.13% في نيسان الماضي بحسب وزارة العمل الأمريكية، نزولا من 8.15% في أذار السابق له، وهو الأعلى منذ عام 1981. قادت عملة بيتكوين زمام القيادة في سوق العملات الرقمية المشفرة نحو خسائر فادحة خلال 24 ساعة الأخيرة من التداولات. وتشير التحليلات إلى أن الأسباب التي قادت إلى تدهور العملات الرقمية تتمثل في تحركات البنك المركزي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة التي تهدف لاحتواء التضخم، إضافة إلى أثار العقوبات الغربية المفروضة على روسيا. وانخفضت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 21.15 بخسائر تقدر بنحو 383.8 مليار دولار. إلى أسعار العملات والمعادن. إلى اللقاء.